ينضم إلينا من بغداد مراسل الغد مصطفى القطان. مصطفى، إذن كيف هي الأجواء؟ هل سيتم التصويت اليوم وحسم أمر هذه الحقائب الوزارية المتبقية؟ نعم يارا، طبعا هذا ما كان متوقعا بحسب التصريحات التي صدرت عن رئاسة الحكومة، رئاسة الوزراء العراقية ورئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي، بأن التصويت على بقية الحقائب الوزارية في حكومته سوف يتم لهذا اليوم يوم الخميس، لكن بحسب جدول الأعمال من قبل البرلمان العراقي الذي صدر عن الدائرة الإعلامية للبرلمان العراقي، خلت طبعا الجلسة من التصويت على الوزارات المتبقية. نحن نتحدث عن خمس وزارات بالتحديد بعد أن مرت ثلاث من الوزارات الثمانية في جلسة يوم الثلاثاء الماضي، لكن سوف يكون اليوم هنالك تأدية لليمين الدستوري من قبل وزارة التعليم والثقافة وكذلك أيضا وزارة التخطيط، الذين طبعا هذه الوزارات التي تم التصويت عليها وتمريرها داخل قبة البرلمان. هذا الأمر طبعا يؤكد بأن الكتل السياسية لا تزال تتفاوض فيما بينها والمباحثات لا تزال جارية على قدم وساق من أجل تمرير الوزارات المتبقية، وهذا الفهم طبعا أصبح واضحا لدى جميع الكتل السياسية وحتى لدى عادل عبد المهدي بأن المسألة سوف تكون على دفعات، إكمال بقية الحقائب الوزارية سوف تكون على دفعات، وبالتأكيد طبعا المسألة الأصعب والتحدي الأبرز هو وزارة الداخلية، إضافة إلى بروز وزارة العدل كتحدي جديد باعتبار أن هنالك خلاف كردي كبير حول هذه الوزارة، حيث أن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني يريد استئثار بهذه الوزارة، إضافة إلى طبعا الحزب القطب الآخر في إقليم كردستان العراق هو الحزب الديمقراطي الكردستاني يريد أن يخص بهذه الوزارة لنفسه يارا. طيب مصطفى، يعني يتزامن هذا التصويت مع قرارات أخرى تتخذها حكومة عبد المهدي، قرارات مباشرة وقرارات مفاجئة أيضا في الشارع العراقي، كيف ينظر الشارع العراقي إلى هذه القرارات ولإدارة عبد المهدي للبلاد في هذه الفترة، فترة تشكيل الحكومة؟ يعني عدا إشكالية إكمال الحكومة، حكومة عادل عبد المهدي وتقديم وزارة كاملة لرئاسة البرلمان العراقي، فإن هنالك نوع من الترحيب بقرارات التي يتخذها عادل عبد المهدي حتى هذه اللحظة، إذا ما كنا نتحدث طبعا عن فتح المنطقة الخضراء، القيام بجلسات رئاسة الوزراء خارج المنطقة المحصنة، طبعا العديد من القرارات ومقترحات القرارات التي يقدمها عادل عبد المهدي حتى هذه اللحظة تنظر على انها تبحث عن مصلحه المواطن بالدرجه الاولى، لكن هنالك ايضا ادراك من قبل الشارع العراقي بان هنالك قوه سياسيه وهنالك برلمان قد يقف بالضد من رئيس الحكومه العراقيه عادل عبد المهدي، وهذا الامر قد يعرقل اهداف وطموحات الحكومه العراقيه الحاليه وكذلك رئيسها عادل عبد المهدي. اشكرك جزيلا مصطفى القطان، كنت معنا من بغداد.